طيب خلينا كمان نروح لمؤتمر صحفي عشان كان في اعلان عن مشروع الرعايه الصحيه لاعضاء النادي الاهلي بحضور كابتن محمود الخطيب، وكان موجود برضو اعضاء من مجلس الاداره، ودي خدمات بتقدم كل فتره مختلفه، يعني خدمات مختلفه بتقدم لاعضاء النادي الاهلي اللي يستحقوا ده من النادي. بنتكلم هنا تحديدا عن مشروع الرعايه الصحيه اللي تم الاتفاق عليه مع شركه اسمها شركه ايدام للخدمات الطبيه، وحاجه فعلا تليق باعضاء النادي الاهلي، ودي واحده من كبرى الشركات اللي هي بتعمل في هذا المجال، ومفروض هتوفر كمان خدمات يعني مميزة جدا للأعضاء وكمان الأسر الموجودة وأسر العاملين في كل الأعمار السنية، وده هيكون لمدة 4 سنين قادمة. خلينا نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد الدكتور إيهاب كامل رئيس مجلس إدارة شركة إيدام للخدمات الطبية والعضو المنتدب، وبرحب بكل السادة الحضور. وأنا النهاردة الحقيقة سعيد جدا أن أنا شايف مجموعة كبيرة من أعضاء النادي موجودين، يعني أسروا المكان، وأتمنى نكون باستمرار نكون موجودين مع بعض إن شاء الله. يعني الحقيقة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا احنا كلنا كأهلوية، إن النادي الأهلي منذ نشأته 1907 وهو منظومة متكاملة كل عناصرها بتكمل بعض، تتعاقب الإدارات وتعاقب مجالس الإدارات، المديرين، اللاعبين، الفرق، كل الناس بتتعاقب، ما حدش بيخلد، ولكن في الآخر تفضل المنظومة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى تفضل المنظومة كلها متناغمة ومتماسكة بكل عناصرها، إدارة، أعضاء، جماهير، عاملين، لاعبين، كل المنظومة دي مع بعض كده، وكل أفراد الفرق الرياضية المختلفة كلهم بيجمعهم حاجة واحدة بس، الكيان. الكل على الأقل برجل واحد، الكل في ظهر وخدمة الكيان، كل واحد طبعا في موقعه، يعني لان احنا كلنا لما بنحاول نخدم المكان اللي احنا اتربينا فيه، المكان اللي يعني جمعنا كلنا، المكان اللي بيخلي شريحه كبيره جدا 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 من الشعوب، مش عايز اقول بس شعب مصر، الشعوب الاهلويه في كل مكان في العالم، لما نكون احنا عارفين ان دوت بيسعد الناس، كل واحد بيقدم الخدمه دي، اعتقد ان ربنا برضو يجازيه خير ان هو يستطيع انه يساهم في اسعاد الناس وإضافة تاريخ جديد وتاريخ مستمر بإذن الله لنادي يعني وللكيان النادي الأهلي. كنت بس بقول دايما أنا في كلماتي يعني أن الجمهور، جمهور النادي الأهلي، هو السند وهو الشريك في كل النجاحات والانتصارات، لكن وأعضاء النادي الأهلي، أعضاء العاملين في الأهلي، هم جزء أساسي وحيوي وفاعل من جماهير الأهلي العريضة والعريقة. أعضاء الأهلي وجماهيره هم أول من يعطوا الثقة والقوة لمجلس لأي مجلس إدارة. لما يكون في ثقة في مجلس الإدارة سواء من الجماهير، من الأعضاء، وخاصة الأعضاء اللي هم الأعضاء العاملين اللي هم مطلعين باستمرار جوه النادي على ما يقدم من مجلس إدارة، أعتقد إن هم بدعمهم بيخلوا الناس تزيد وتخلي الناس تحب دايما إنها يعني تشتغل اكتر وتشتغل اكتر بحب. طبعا حاجه عظيمه وخدمه ممتازه اللي ان شاء الله ستقدم لكل اعضاء النادي الاهلي، وكمان تفصيله اسر العاملين دي حاجه في قمه الاحترام الحقيقه. فعلا كالعاده النادي الاهلي كيان كبير ومحترم وبيحترم كل المتعاملين معاه وكل التابعين.